مرحبا بكم الناس الكل، شنو احوالكم؟ ان شاء الله كلكم لاباس. اليوم عملت حلقه جديده على الديكور خاص بالكوان نتاع الجلسه نتاعي في اليوتيوب. خلكم كان بليز سبسكرايب تو ماي شانل، وجدد زاده يشتركوا في قناتي، انزلوا على زر الاشتراك. مرحبا بهم على ستوري انستغرام وسناب شات وكافانسيس. يلا قولكم كان بليز كيب واتشينغ. وابقى اول حاجه باش نحكي على الديكور نتاعي اللي هو من ماركه اوربان اوت فيترس، اللي هي مغازة عندنا بسان كاتري بالمونريال ومعروفه بريسك في الايتازوني. هي تجيب حاجات محليهم ما يتعودوش منهم، حاجات اورينتال دوري تحسهم فيهم توش بالحق في البيت نتاعك. ما نطولش عليكم باش نوريكم البانانير لين اللي هي ميتال ولونغور نتاعها 100 سنتيمتر باهية، اللي هي شريتها في الديكور اللي تشوفوا. هذه كما تشوفوا تجي على تابلومي، تجي على برشا حاجات تلصق على الحيط، اللي هي هذه ورايا بالضبط. حسيتها فيها توش ياسر ياسر برشا اكسسوار، حسيتها معناها توش محلية ما تعودش منها ومنش ديما ديما موجودة، حاجات معناها يجيو مش ديما. مش موريكم الورايا هذوما اللي هما ميتال ومحلاهم باس دوري، نحسهم بالحق قداش عاطين هكا اضافه حلوه في البيت. وفوالا هذه بالنسبه للبانيغ اللون هذية، نحسها محلاها بالحق حلوه وما عادش تعود منها، وهذوما الاكسسوار نتاعها. وبعد ذلك باش نوريكم الايتاجير نتاع الحيوط، على خاطر ديما نحب نعلق حاجات وفي نفس الوقت ما نلقاش شنو الحاجه اللي باش نقعد نعلق عليها. دونك لقيت الايتاجير اللي هما مش حاجه كبيره 10 دولار الشاك، مي بالحق يعطوا توش كبيره للبيت ويعلقوا لك حاجات اللي انت تمنيت باش تعلقهم. يوم هذيكم اللي ورتيكم ورايا ممكن كانت ماهيش واضحه ورايا برشا، لكن توا باش نوريها لكم. محليها باز ميتال، فيها كتبقى كنحبها، نحسها كلمسات معناتها زي هيك النحاس نتاع تونس. حبيتها برشا، حسيتها عطت توش حلوه للبيت وعطيت حاجه ما يتعودش منها كما قلت لكم. هذه بالنسبه للميتال. وتوا هذه باش نعطيكم للكوا الايتاجير. هذه الايتاجير اللي شريته لصقته جس بالبينيس، خاطر احنا خشب هنايا دونك فاسيلمون باش لصق. دونك هذه الايتاجير قداش ومعناها تحسوا ميتال دوري محلي زيدا، حبيتوا على الاخر الكوليغ نتاعو. وهذا اللي حطيت فيه الكوا نتاع الانستاكس الفوتو الجراف اللي شريتها، ومعها هذه زيدا كلها من اوربان اوت فيترس اللي هي تحط فيها تصويرتك نتاع الانستغرام. باش نجربوها بعد شويه خاطرها تابعه الديكور نتاعي، وقديش حسيتها يعني توش في مناع على الاخر وتلقى تصويرتك ومامطوم زينه بصراحه، توش على الاخر قريبه للقلب وتحسن محليهم. وهذا ما بيتي ديكور خديتها من وينرز بلتو خذهم لي راجلي معناتها كي جيت من تونس لقيتهم ومحليهم. هذا يتحط في الاكسسوار البانيو، نحسه محلي على الاخر. والفوق اللي بوي ديسون اللي هي زاده من اوربان اوت فيترس عليها الايتاجير. من الاول ما كنتش نحسب روحي باش تجي خاطرها ثقيل عليها، لكن الحمد لله جيت. وفوقها اون بليس كو سا الاناناس دوغي ميتال زاده قداش حبيتها. هذوما بالنسبه حسيت معناتها ولات كوان دوغي بغي ما نشعر هكا لقتها. وحطيت فيها بيتي ايماج نتاع السينما اللي معناها مربوطين بالمتاع اليوتيوب وتحسها توش سينما على الاخر. بالنسبه هذوما الكوان اللي خديته نقعد عليه توا اللي هو هذية من وينارس، محلي ريش معناتها ونحسه محلي فينو على الاخر يتلوح في كل بلاصة. وهذية اللي هو كوير خديته من مارتينو، خديته بريسك في 150 دولار، لكن عجبني الكوان اللي نحبه وباز دي كوير، ونغلف عليه هذية باش يبدا محلي يعني يعطي كالديكور. وتوا باش نمشي الكوان اللي عملته انا، نحط فيهم حاجات قراب القلب ياسر
اني هما اول حاجة هيدا باش نوريكم كيفاش غلفتو طاولة معناها باللار وعليها الوحدة. حبيت نحط كوا دوري منسجمة كيما العادة، دونك نوريكم كيفاش عملتها فاسيل على الاخر. وهذه لو بارفان اللي قراب القلب ميس ديور وكوكو مادامازيل شانيل، وفي الارواش نتاع جيفانجي ومارك جاكوب ولا غاز نتاع ليبستيك وبرشا حاجات. وهذه زاد لوكوان الروج بوردو عليها الباليت نتاعي كاتي فاندي، وهذه الاناناس الدوغي، وهذا هما البوات نتاع الرموش نتاع البلاش نتاعي، دونك الفرشيت حسيتها محليها دوري منسجمة مع الالوان. وهذه المونغيلا نتاعي جيس في الراس، حبيت نعطيها اضافه حلوه زياده. هذه بالنسبه للكوا البسيط اللي عملته، حبيت يكون كوا نتاع اليوتيوب نتاعي نحكي فيه، عملته بكل حب. حبيت نعمل حاجة سبيسيال معناتها ما نناقش حاجة ما تتعاود، فيها اجتهاد وفيها محبة. وهذه اللي كان بالضبط للمتاع الكوا المتاع اليوتيوب متاعي، وان شاء الله عجبكم الناس الكل وكان موا في الاجتهاد، وهذا اللي حبيت نعمله. وطوش اوريكم الانستاكس الفوتو متاعي، الانستاكس الفوتو متاعي سيدة تبع الديكوراسيون متاع الدار، وبش نحطهم في الكوادرو. بش ناخد تصويرة قدامكم توا، اول مرة بش نعمل تصويرة بالانستاكس، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تكون حاجة باهية، وان شاء الله تجي فوتو حلوة على الاخر. اول حاجة بش نضغطوا على الزر هذية فوالا، وطوش بش ناخدو بش ناخد فوتو قدامكم. اذا نشوف قدامي المراية، تصويرة طلعت لي كحلة جنس بابو، ونعاود تصويرة اخرى ولا تبرد شوية ولا تطلع بعد دقيقة. اي قاعة تطلع ابارامون، توا نصبر عليها شوي شوي ولا قاعة تطلع، خاطر اول مرة كما قلت لكم. دونك يعني هذه للانستاكس، وبعد ذلك الرد الوحدة كما تشوفوا، وقاعد التصويرة متاعي تطلع. حلوة مش خايبة، الحق محليها يعني اكسبيريانس حلوة. ولا ولا طب نشوفوا لها الكوادرو اللي هو انا هذا خديته، الكوادرو كما تشوفوا قاعدة توا الكوادرو اني انا يلزمني نشوف من تيلي كيفاش نحو. كما تشوفوا بعد ما تحصلت التصويرة متاعي هذية، هذية الكوادرو انستاكس، باش نحطها هكا ونحطها هكا اي فوالا، واصبحت عنا التصويرة متاعي في الكوادرو، وتطبع الديكور متاع بيتي وتعطي حاجة توش على الاخر ومزيانة، ونحطها في الديكور متاعي اللي هي الفوق كما كانت تصويرة قبل معناها كوميرسيال. طولت تصويرتي فوالا، حلوة على الاخر، توشانت على الاخر اي فوالا، وتبقى ان بون سوفينير. خاطر ديما قبل احنا ديما نصورو بالبورتابل وتضيع تصاويرنا، وهذه توا باش تلقى ديما سوفينير عندي فوالا. غادي نحطوها هنايا فوالا، وترجع الانستاكس بلاصتها اللي هي ولات زادا حاجة من الديكور بتاعنا، وعملت لها زادا كاج حلو باش ما تكسرليش خاطر هي فراجيل على الاخر اي فوالا، تبدا حاجة توشانت على الاخر اي فوالا. فوالا كانت الحلقة تاع الديكور بتاعنا، حاجات بسيطة وغالية شوية لكنها توشونت على الاخر فوالا. قولكم كان اشتركوا في قناتي وان شاء الله عجبتكم هالحاجات البسيطة هذه، وقولكم كان بسلامة وباي باي.